طيب، ما هي من وجهة نظرك رسالة مفجري مسجد للشيعة في هذه المنطقة، وهم أقلية 5% تقريبا في هذا التوقيت، بعد أسبوع فقط بالتمام والكمال من تفجير قندوز الجمعة الماضي؟ هناك جهات شريرة تريد أن تضرم النار الطائفية، نار الطائفية بين الفئات الأفغانية وخلفها بعض الدول، ليروا العالم بأن طالبان أو الحكومة الجديدة فشلت في تأمين المدن الأفغانية. فبهذا السبب هم يقومون بمثل هذه التفجيرات في مساجد الشيعة، حتى تكون هناك حرب طائفية بين الشعب الأفغاني وحكومة طالبان. لكن من يقف بالتحديد وراء هذه التفجيرات سيد بشير؟ هناك جهات كثيرة لا أستحسن ذكرها في هذه الأوضاع الحساسة. هناك جهات داخلية تقف وراءها وجهات خارجية، وسيظهر هذا للعالم في حينه إن شاء الله.